بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها
عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر
أيها القائم المنتظر المجدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امر عقا امر مولا امام زمانا ہائے میرے مولا آپ کو آپ کے جد حسین غریب کا پرساب پیش کرتے ہیں میرے مولا کس کس کا پرساب پیش کرے آپ کی بارگاہ میں اے عزیز زہرا ہائے قاسم گل بدل کے پامال لاش کے ٹکڑوں کا پرسا ہائے آن محمد جیسے دو ننے ننے لاشوں کا پرسا اے میرے مولا کیا علی اکبر کے زخمی سینے کا پرسا قبول کرو گے مولا ارے مولا ایک بوڑھا باپ جواں کے لاشے پر آیا اے سینے میں برچی کا پل ٹوٹا ہوا ہے میرا حسین غریب ہو گیا اے آقا کس کس کا پرسا پیش کروں مولا کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا پرسا کیا علی اصغر کے ننے گلے پر سے شعبہ تیر کا پرسا یا میرے مولا سکینہ کے جلتے کرتے کا پرسا ہائے ان تماچوں کا پرسا یا ان چھینی ہوئی گوشواروں کا پرسا ہائے اکانوں کی ان کٹی ہوئی لو کا پرسا جن سے خون جاری تھا یا ان چادروں کا پرسا کہ جو سروں سے چھینی جاتی رہی ہے میرے مولا امام زمانہ ارے جلتے ہوئے خیموں کا پرسا قبول کرو ہے میری شہزادی انہی جلتے ہوئے خیموں سے ارے پشتے ضعیف پر ارے جناب سید سجاد کو لے کر آتی رہی یا پھر ان سروں کا پرسا کہ جنہیں کاٹے جانے کے بعد نوک نیزہ پر اٹھا دیا گیا یا پھر میرے مولا ارے اس ایک سر کا واسطہ اس ایک سر کا پرسا کہ جسے نوک نیزہ پر بلند نہ کیا گیا عباس کا سر ہے ارے جب بھی نوک نیزہ پر اٹھایا جاتا تھا کہ جو نوک نیزہ سے گر جاتا تھا ارے لائنوں نے ایک رسی سے باندھا اور اسے باندھ کر گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا سارے راستے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام
عباس تکرا ترغا زخمی ہو ترا. الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون. پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، مومنین کی تمام جائز شرعی حاجات کو روا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.